السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير عبر القناة السعودية الأولى. نرحب بكم متابعين الكرام في برنامج الوسط الرياضي ساعة كاملة بإذن الله نقضيها معكم الحديث عن الشأن الرياضي. ضيوفنا في هذه الليلة الكابتن والمدرب يوسف خميس، حياك الله كابتن. رحب فيك أيضا، رحب بالإعلامي والنقد الرياضي خلف ملفي، حياك الله أبو أحمد. حياك الله أخ صالح، ورحب بالكابتن يوسف والمشاهدين والمشاهدات. متابعين الكرام نشاهد تقرير هذه الحلقة ثم نعود. بلغوا في صدري بتكلم عليهم. لم يكن التعاون يستحق تلك الخسارة العريضة من نظيره الإيراني في الجولة الثانية من البطولة الآسيوية، ولم تنصف نتيجة مباراة الفتح أمام نظيره الخوي القطري الفريق السعودي في الجولة ذاتها. ذلك ليس من فرط انتماء وتفضيل للفرق السعودية أو مدعاة للرفع من المعنويات، لكنها حقيقة ظهرت مع منافستي أمس الاثنين، مما أعطى انطباعا كبيرا أن الفرق السعودية وحتى إن كانت من غير الجماهيرية الغنية قادرة على المنافسة والذهاب إلى أبعد مما هي عليه في محافل دوري المحترفين الآسيوي. كلاهما خسر نقاطا مع أن مجريات المباراة كانت تشي بخلاف ذلك، فالتعاون الذي قدم نفسه بكبرياء السكري أمام الفريق الأوزبكي في الجولة الأولى وانتصر عليه نتيجة وأداء دفع ثمن أخطاء التحكيم ومدافعيه أمام الفريق الإيراني، وقبل كل ذلك ثمن التجربة التنافسية الرسمية الأولى خارجيا له. لكن ورغم ذلك فما زال يحظى بالقدرة على استرجاع الخطوات في ظل أن كلا المتنافسين في مجموعته لديهم نفس الرصيد النقاطي الذي يملكه. أما فيما يخص الفتح فمن هم وألم البحث عن البقاء في دوري المحترفين السعودي والانكسارات النتائجية التي يعيشها في ظل ذلك، كان حاضر الفاعلية وهو يلاقي أحد أفضل فرق آسيا الخوي القطري، بل كان يستحق الخروج فائزا لولا خبرة الأخير على الصعيد الآسيوي وبما منحهم هدف تعادل خلال الدقائق الأخيرة. ورغم ذلك نظن خيرا بالفتح بأن تجربة المنافستين الآسيويتين ستكونان عونا له في خوض صراع البقاء الذي ينتقل معه حتى في حضوره الآسيوي. وبعيدا عن نتائج مساء الاثنين الغير منصفة، إلا أن الحضور السعودي في المحفل الآسيوي وفي معية الكبيرين الهلال والأهلي سيكون هذا الموسم مختلفا من فرط حضور اللافت لهما، يجعلهما في محل الترشح الأكبر عن مجموعتيهما لبلوغ المرحلة الثانية. ولن نفرط بالتفاؤل تجاه الطامحين التعاون والفتح، إلا أن المهم أنهما قدما ما يشير إلى أن بإمكانهما تعويض ما فات والاستفادة من التجربة الأولى للتعاون والثانية للفتح في المحفل الآسيوي. الحضور السعودي في دوري المحترفين حتى وإن تضعضعت النتائج لن يتخلى عن طموحه الكبير من جراء أفضليات كبيرة تملكها فرقه تجعلها دائما في محل الترشيح حتى لو كانت الظروف صعبة. حياكم الله متابعين الكرام. تذكير بنتائج بطولة آسيا وكأس آسيا والأندية وحديثنا عن في هذه الحلقة، الفتح والأخوي القطري 2-2 بالأمس، والتعاون أيضا واستقلال طهران بالأمس 3-1، الأهلي وذبهان 2-1، والهلال أيضا والريان 2-1. حديث مع ضيوفنا المدرب الكابتن يوسف خميس وخلف ملفي عن هذه البطولة. بداية الكابتن يوسف، خلينا نبدأ معك مباراة الفتح والأخوي القطري أمس 2-2 المباراة. يعني الفتح قدم مباراة جميلة، أحرج فيها الأخوي بشكل كبير. يعني كيف شفت المباراة كابتن؟ مباراة طبعا الفتح يقدم نفسه في كأس آسيا أبطال الدوري الآسيوي بشكل مختلف. المباراة الأولى صح خسرها خارجيا، ولكن المباراة في يوم الأمس أنا أعتقد أنه قدم مباراة جيدة، وخصوصا أنه كان متخلف بهدف مقابل أي شيء، استطاع أن يعود المباراة ويقدم مباراة متميزة. ولكن لا زالت مشكلتنا في كيفية المحافظة على
فارق الهدف وخصوصا في نهاية المباراة. مشكلتنا أن لازلنا العودة جميع اللاعبين يعودون إلى الخلف ويتركون الملعب للفريق الخصم ويعطاه الإمكانيات والفرصة في أنه يلعب على راحته. واسمح لي يسمون هذا دفاع، لا، المفروض دفاع يكون دفاع متقدم أمام خط 18 أمام منطقة الجزاء حتى تستطيع من خلال أن تمنع أي خطورة، ولكن أنت دافع في الثلث الدفاعي الأخير وتريد أن تستمر المباراة كما تريد، لا، صعب، لأن أي خطأ ممكن يسجل فيك هدف. وبالفعل السبب أنا أعتقد أن الفتح خسر بالتعادل مع أنه كان يستحق الفوز في المباراة، في آخر المباراة الأخوي القطري عادل المباراة. ولكن الأهم بالنسبة لفريق الفتح مشكلته في الدوري، يعني هو اللي يفكر فيها بشكل أكثر يمكن من كأس آسيا، يمكن يقدم مستوى هنا كويس، ولكن ممكن المستوى هذا يساعده في أنه رفع الروح المعنوية للفريق حتى يستطيع أن يعود في الدوري ويحافظ على وجوده منذ أن صعد إلى الموسم الماضي تواجد بين فرق المحترفين. فنعتقد الفتح عليه مهمة كبيرة، ويجب أن وبالذات في كأس آسيا يجب أن يكون هناك عملية تناوب، لأن الأهم هو الدوري والبقاء، لأن كأس آسيا من الصعب بمكان أن يستمر فيه مهما كان الفريق وإمكانيات الفريق. في النهاية في النهاية عارف أي مرحلة راح يصل فيها، أي مرحلة والقدرات أساسا اللي موجودة في الفريق، صحيح. لا يمكن أن توصل لأبعد من ذلك، ولكن الأهم أنه يكتشف لاعبين، لأن الدوري هو المهم، البقاء، لأن من الصعب مكان فريق يصعد للمرة الأولى ويحقق دوري المحترفين ونجد في النهاية أن يعني بعدها المواسم كلها يعود إلى أندية الدرجة الأولى لا نقبل صراحة، وغير مقبول أساسا. يعني شوف عملية عودته إلى هالمرحلة معناتها انعكاس على اللاعبين وعلى الجماهير وعلى الأجهزة الإدارية والدعم وكل هذه الأشياء. ممكن الفتح يصير ممكن نخسره مثل ما خسرنا فرق قبل، ممكن الفتح خسرها من ثاني موسم، اعتقد الامور هذه كلها كذا. ابو احمد ايضا كيف قدم الفتح نفسه في هالمباراه؟ الكثير يقول انه لعب بصف ثاني عنده، ومع ذلك ما شاء الله يعني كانت مباراه جميله له. شوف انا اعتقد ان الفتح يكسب على الاقل من مشاركته في دوري اسيا مزيد من الثقه، مزيد من التطوير في الاداء، مزيد من الحماس انه يبقى في دوري جميل. طبعا والجميل انه كون عوده فتح الجبال كمدرب لنادي الفتح في وقت كان اعتقد كثيرين يتوقعون انه ما يقدم شيء جديد، اعتقد انه في المباريات الاخيره شاهدنا الفتح بالفعل بروح مختلفه تماما عن بدايه الموسم. صار عنده حظوظ قويه جدا في البقاء، فمثل ما ذكر كابتن اعتقد انه يستفيد منها انه يشارك ليستفيد فنيا وبدنيا وتكتيكيا في انه يبقى في الدوري جميل. لانه حتى مباراه اخوي انا اتخيل الفتح اللي هو صارع الهبوط يتعادل مع متصدر الدوري القطري مناصفه مع السد، فاعتقد ان هذه بحد ذاتها يعني تبين بالفعل انه عنده قدرات. حتى الاخوي تحس انهم يعني مثل اللي ما قول ضامنين، لكن مثل اللي يعني مدركين انه في وقت يسجلون هدف ويتعادلون او يفوزون، هذا من خلال معطيات المباراه. حتى لما فاز سجل هدف، تكلم عن الاخوي القطري من افضل فرق اسيا، هو 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 فريق يعني حديث عهد ولكنه مرصع بالنجوم الكبار والمحترفين على مستوى كبير جدا، وهو البعبع الاكبر في الدوري القطري. لكن نتكلم عن انه مثل هذه الفوارق تعطي ميزه للفتح. ايضا اعجبني بالمناسبه حضور الجماهير مهم جدا، هذا يدعم اللاعبين في مثل هذه الفتره، لانه مثل ما ذكر ابو سعد الفريق مثل الفتح بقى فترة طويلة في الدوري المحترفين وحقق بطولة الدوري، صعب انك تشوفه في الدوري درجة ولا مرة ثانية، صعب جدا. يعني يبدو انها مو بعيدة عن الفتح. هو انا اقول إيه إن لا إن صعب، مش يعني انك تستكثرها، مش معناك انها مستحيلة او انها لا تصير لا تجوز، لا، تستكثر على فريق حقق بطولة الدوري انه يهبط تدريجيا خلال موسمين يرجع درجة اولى، ما هي جيدة. شوف مثلا في الدوري الانجليزي الان الكل يتحدث عن ليستر سيتي اللي حقق بطولة الدوري العام الماضي، الآن يصارع على الهبوط.
يعني ولاحظ دوري محترفين في نجوم على مستوى كبير من ضمنهم رياض محرز. رياض محرز النجم الجزائري اللي حقق أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي العام الماضي وكان هداف على مستوى كبير، حتى هدافينه واحد من هدافينه المميزين في الدوري الإنجليزي كان هداف أعتقد الدوري العام الماضي. السنة هذه فيه هبوط غريب في مستوى، ومدرب يشار له البنانة مش أي مدرب. هو لكن هم فقدوا لاعب. اي بس لو كان يعني مو معقول انك تفقد لاعب واحد. لا لا لاعب واحد يعني لاعب شوف لاعب بحجم كانتي، لاعب المحور الدفاعي اللي هو الماكينة او الدينامو الذي لا يهدى، وخصوصا في الكرة. احنا الان نشاهده في نادي تشيلسي يقوم بدور كبير، هو الوحيد اللي اليوم يستغني عنه كونتي ولا في مباراة، ولا في مباراة يلعب التسعين دقيقة. طيب عموما احنا ما نبغى يمكن بس انا ضربت المثال ضربت المثال يعني لانه يعني تخيل يعني دوري بعراقة الدوري الانجليزي فريق يحقق بطولة والسنة اللي بعدها مباشرة يصارع الهبوط، يعني ما نقص منها لاعب ولاعبين وعنده امكانيات انه يجيب لاعبين اخرين. طيب فعشان كذا اقول لك انه ايضا من الصعب جدا انه نادي مثل الفتح صراحة بامانة يعني واحد يحقق بطولة الدوري صعب. انه يا اخي لما هبط الاتفاق كلنا حزننا لانه فريق عريق له تاريخ مشرف. فالان نفس الشيء نتكلم عن نادي الفتح. ابو سعد يعني برضو خليني اسالك جزئي منك، يعني مدرب وبرضو لاعب، انت الان مثلا في الدوري محبط كفريق لكن في اسيا تختلف الامور، ممكن يكون عندك امل لو كان بسيط من الامل فيها، ممكن هذا اللي كان مع الفتح امس في المباراه. لا بالعكس، شوف في اسيا هيلعبون بدون ضغوط، شوف الضغوط النفسية وصراع الهبوط وصراع النقطة ما حيكون موجود. هذا اللي عطى الفتح الدافع طبعا انه يستمتع حتى في المباراة، وحتى ممكن لما يعطي الفرصة للاعبين اللاعب يظهر نفسه ويبين امكانياته. ولكن في الدوري لا، تلعب انت تحت ضغط، تحت ضغط اول شيء نفسي وعصبي، فانت على طول الحسابات، وحتى في الخطأ في الدوري محسوب بالنسبة للاعب، بينما في كاس آسيا لا، هو غير مطالب، بينما في الدوري هو مطالب انه لازم يحافظ اي خطأ ممكن. انه احنا شاهدنا فرحة فريق الفتح بالتعادل مع الاتفاق في نهاية المباراة، يعني وهي نقطة وهي نقطة فقط وليس ثلاث نقاط. فانت تفكر في الحسابات هذه لما تدخل تكون تحت ضغط نفسي وعصبي كبير، وما تقدر انت تلعب بأريحية وتستطيع انك تبدأ لانك تحط ضغوط، والضغوط هذه ممكن تفقدك التركيز، وهذا اهم شيء في كرة القدم التركيز. طيب يعني ما كنا صراحة نتمنى انه الفتح يخسر النقاط خصوصا بالمستوى اللي قدمه حراج لأكبر فرق آسيا ومن اقوى فرق آسيا وأفضل فرق القطرية. بالمقابل ايضا التعاون امس يعني امام استقلال طهران 3-1، قدم اعتقد التعاون كابتن يعني كل شيء في هالمباراة، حاول اضاع فرص، يمكن حتى التحكيم خذله طيب. ولكن يمكن هو حديث عهد وتجربة وهذه المشكلة، لان لابد انك تعرف كيف تلعب خارج ملعبك. التعاون لا زال يلعب بأريحية ويلعب دائما يستمتع في المباراة، لا يعرف كيف يدير المباراة. انت تلعب في آسيا الوضع مختلف، المباراة هذه تحتاج انك تلعب خارج ملعبك، المفروض تعتمد على الكرات المرتدة ولا تعتمد على اللعب المفتوح، لان اللعب المفتوح ممكن اي خطأ ممكن يسجل. احنا شاهدنا اليوم الفريق الاهلاوي الشوط الاول كان مريح بالنسبة له، خطأ واحد حصل فيه مشكلة كبيرة في الفريق، حصل فيه طرد وحصل فيه ضربة جزاء وحصل فيه تسجيل تعادل، لكن الروح حضرت واستطاعت انها تعوض. التعاون حديث تجربة، يحتاج إلى وقت، لديه إمكانيات، لاعبين الآن لهم فترة، التجانس موجود، الروح موجودة، ولكن بالفعل هو في مباراة الأمس أضاع الكثير من الفرص. يتميز التعاون أيضا بأنه فريق سهل في الحركة، فريق يلعب بخفة، لديه لاعبين سرع سواء بكرة أو بدون كرة في عملية النقل واللعب السريع باللمسة ولمستين، ولديهم لاعبين يعني أنت تتكلم عن جهاد الحسين لما يكون في كامل حضوره يستطيع أن يدير المباراة،
لما تبغى يعني، وأيضا لديهم قلب دفاع متميز في الألعاب الهوائية وفي في القيادة من المنطقة الخلفية. ولكن احنا نقول التجربة تحتاج إلى وقت، ولكن التعاون أمس أدى أداء أكثر من رائع، خسر ولكن خسر بسبب التجربة، يحتاج إلى أنه يبدأ يغير فكرة، لأن حتى الفريق هذا قادر التعاون في مباراة الإياب أنه يتفوق عليه، لأنك تحتاج إلى 12 نقطة. الفتح إذا استمر في تقديم مستوى، التعاون آسف إذا استمر في تقديم مستوى، ممكن يتحصل على 9 نقاط على ملعبه، وممكن في المباراة أو مباراتين يحصد باقي المباريات يحصد على تعادل ويتأهل. طيب كابتن أبو أحمد، يعني لما نتكلم برضو عن التعاون ذكر المباراة السابقة والحضور الجماهيري ما شاء الله، التفوق اللي قدمه التعاون في هالمباراة. الكابتن يوسف يقول أنه في الخبرة صحيح، خلينا نتكلم في البطولات، هل فعلا الفريق يحتاج عنصر آخر غير اللعب داخل الملعب؟ شوف، أولا نشوة الفوز في أول مباراة له، في أول تجربة له في على أرضه بحضور جماهيري مميز جدا، بعد مبادرة وحملة منظمة من إدارة نادي التعاون، هذه أعتقد أنها ارتقت بطموح اللاعبين إلى أكثر مما يجب. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه ما تعود فريق التعاون وفي أول تجربة أنه يلعب خارج أرضه بمسافات معينة، يروح ويرجع ويلعب خارج أرضه بمعناه الحقيقي. أضف إلى ذلك أنه ربما من سوء حظه أنه تورط في هذه المباراة مع فريق إيراني. الفرق الإيرانية عندها استراتيجية ما تحيد عنها أبد. كيف؟ تخدعك، تلعب على استحواذ الكرة، تقفل الملعب وتخلي الفريق المقابل ينهك في أي لحظة، يخطف هدف ثم يستمر في التقدم. وبالتالي أيضا التعاون ربما أنه يعني طمع أكثر، لأنه ضاع له فرص كثيرة، بينما الفريق الاستقلال ما كان عنده حضور أقوى من التعاون في بداية المباراة. حتى الشوط الثاني كان في فرص التعاون، في ظل هذه الضغوط هذه أنك تضيع فرص تفتح الملعب أكثر. فرق الإيرانية هذه ستايلها، حتى خارج أرضها وعلى أرضها ترى نفس الشيء. هي طبعا أمس أرض محايدة ولكنها بمثابة اللعب على أرض إيران. فهذه المعطيات ما هي في مخيلة لاعب التعاون ولا حتى في فكر مدربهم، لأنه مدرب ما عنده خبرة في اللعب في آسيا ولا في مجارات فرق غير فرق السعودية. والدليل الفتح، لأنه عنده تجربة سابقة استفاد منها في مباراته أمس ومباراته الأولى، أنه ما خسر له هدف. يعني أنك تخسر خارج أرضك بفارق هدف أفضل من أنك تخسر نتيجة قاسية مثل 3-0. فهي تجربة، أنا أقول أنه أيضا هي مفيدة للتعاون، يستفيد من التجربة، يستفيد من الدرس، أنه أنا ليش خسرت بهالطريقة وكيف أتجاوز مرحلة أني أخسر بثلاثة. الأجمل أو الأفضل في المرحلة المقبلة انه اي مباراه على ارض التعاون انه يتعامل معها نادي التعاون والجماهير نفس اللي تعامل معها في المباراه الاولى. لازم اعطي اللاعبين الثقه في اني قاعد ادعمكم حتى وان تخسروا في التعاون. طيب. وبالتالي سيستفيد من هذه التجربه ايضا في وجوده في الدوري. طيب حلو، خلينا يعني نفس مشكله الفتح، موضوع الهبوط والصراع في اعتقد التعاون ما عنده المعاناه هذه، فيلعب باريحيه اكثر في دوري اسيا وحتى في الدوري السعودي، ما عنده مشكلة في الأمور هذه. لا، التعاون بعد الفوز الأول والوهج اللي صار والضجة الإعلامية صار عنده نوع ما طموح أعلى من الحقيقي، فعشان كذا تشوفه يهاجم. أنت خارج أرضك مفترض إيش إنه يعرف طموحه ويقف في مباراة زي هذه مع بيروزي، لو إنه يقرأ مع استقرطة، لو إنه يقرأ جيدا وش معنى الفرق الإيرانية وش معنى تلعب خارج أرضك، كان دافع ولعب الهجمة المرتدة مثل ما ذكر الكابتن يوسف، وأحاول قدر الإمكان حتى لو أخسر فرق هدف ما عندي مشكلة، بس لو أنا لعبت التعادل ممكن أحقق التعادل وممكن أخطف هدف، فبالتالي تكون تجربتي جيدة جدا. هو الآن كويس إنه فايز في المباراة الأولى، التعاون يعاني في جميع الفرق، ما أعتقد عندهم مدافعين جيدين، ما شادوا أعتقد اسمه في عند شوف تركيبة الفريق ككل جيدة جدا. أنا أعتقد إنه ربما التعاون كان بحاجة إلى أن يبقى الرويلي معه. أنا شخصيا أقول لو رويلي بقى مع التعاون عنده حلول فردية وعنده قيادة الفريق فنيا، فبالصعب أنه يعوض، لكنه شوف مع مرور الوقت مع تغيير المدرب مع الدعم الجماهيري قادر أنه يسوي شيء، لكنه عليه أن يكون يعني واقعي أكثر. طيب، أكثر من هذه النتيجة كانت مستحقة على عطفا على أداء الفريقين؟ لا، كان المفروض أنه التعاون يسجل. التحكيم كيف شفته في
ما دققت فيه والله كثير لاني ما شفت المباراه كامله، ما اقدر احكم. شفت مقتطفات المباراه، تابعت التحاليل، ما اقدر احكم. لكن شوف التحكيم الاسيوي بشكل عام ضعيف جدا، ضعيف جدا. ما عدا التحليل، التحليل ما عدا اليوم في ركله جزاء للتعاون، يعني مكتسب وفي فرص اهدرت بال ممكن لكن بشكل كبير. لكن التحكيم يعني الاسيوي في مجمله ضعيف، ما عدا اليوم فريق الطاقم الاسترالي اللي قاد مباراه الهلال والريان على مستوى عالي جدا. من تدري شو اكثر شيء يعجبني كابتن بعد نهايه المباراه؟ الطوق الامني على الحكم كان جدا عالي المستوى. انا ما ادري يعني تنظيم آسيوي، من جهه التنظيم الاسيوي طبعا، تنظيم آسيوي يعني ما لا رئيس يقدر يجي يتكلم ولا لاعب يقدر يجي يقرب ولا شيء. شوف احنا نقول طلع شوف ولا احد كذب. شوف اللي نظم هذا اعتقد يحتاج حتى حكمنا المحلي لما نحس بالامان من موجود موجود حتى هذا موجود. لكن شوف التنظيم، شوف شوف التنظيم رؤساء الانديه كيف يتعامل. ايه اوكي قام يجي يوقف عنده ويتكلم معه ولا يقدر يتحكم ولا يقدر يتحرك الحكم، معليش ولا يقدر يتحرك الحكم الا بعد ما يخلص من رئيس. اي معليش ليش؟ عشان انه صالح خليني اعطيك بس خليني اعطيك اول شيء. هي جزئيتين تكلمت الان. طبعا. الجزئيه الاولى انه المنظم هو نادي الهلال لكنه يتقيد بشروط الاتحاد الاسيوي 100% لا يستطيع ان يخل فيها، وهذا كل انديه ترى. وتشوفه بكره ينظم مباراه بينه وبين مثلا الاتحاد ولا النصر، هو اللي ينظم نفسه نادي الهلال، ولكنه باشتراطات الاتحاد السعودي اللي فيها مثل ما ذكرت. انا عندنا الحكم السعودي اذا شاف شخصيه اعتباريه يتغير شكله، يتغير تعامله. هذا نقولها بكل صراحة، إذا صار عنده شخصية أمامه، وجهه شخصية اعتبارية معينة، ما يتعامل بشخصية الحكم الحقيقي. بينما هذا حكم استرالي ما جاب خبر، حكم استرالي ما جاب خبر أحد، هذا ما جاب خبر أحد، ويعرف أنه أشد العقوبات ستطبق على أي واحد يتجاوز من خلال الاتحاد الآسيوي بالذات الحكم. لكن اليوم أنا اللي أقول لك اللي بأمانة، الحكم الطاقم الاسترالي ككل على اعلى درجات التحكيم. كان في اعتقد اعتراض من اوكي البلنتي، شوف البلنتي شوف طبيعي انه يعترض. نفس الشيء لو كان الهلال اكيد سيعترضون، لكن انت تجي تحللها حتى مع مقيمي التحكيم كلهم بلنتي صحيح 100%، وجريء جدا الحكم في الدقيقه الاخيره، لكنه جريء واضح انه بلنتي صحيحه، بلنتي صريح. طيب حكم حركه اليد طبعا ما ندخل في التفاصيل، لكن انا اتكلم حتى لو قلنا البلنتي مثلا مو صحيح، انا اتكلم عن شخصيه الحكم ودقة قراراته ومتابعته الطاقم الثلاثي. نعم. لكن التحكيم الآسيوي بشكل عام صراحة ما فيه أشياء كثيرة بس التنظيم شاطرين ما شاء الله عليهم. منهم تنظيم اشتراطات والمراقب يجي مراقب عندك، ما عدا في ملعب الإيرانية. شوف في أي ملعب شوف التنظيم عالي، ما عدا في ملعب الإيرانية. أبغى بس تعليق عندك عن التحكيم أو طريقة خروج الحكم، بس الجزئية هذه وبعدين بننتقل نتكلم عن الأهلي والهلال. ما شفت اللقطة كابتن؟ على العموم في هالنقطة دائما نقول أنت اعمل نظام وطبق عقوبات وبعد ذلك ستشاهد. طيب هذا هو كل شيء، انا اعطيك اياها من الاخر. النظام يعني حتى كابتن لا 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 النظام، النظام تطبيق النظام هو اللي فيه المشكله. النظام النظام شوف النظام ما هو موجود زين ولا لا؟ النظام ما هو موجود لسبب معي. احنا كل يوم نشاهد اخرها يعني لا لوت اخرها الاحتراف في جميع انحاء العالم اساسا. لا يمكن انت حتى النظام اللي وضع انه في خلال 6 شهور افاوض، من يقول هالكلام؟ طالما انت عندك عقد مع اي نادي عشان احنا نحل المشكله، شوف المشاكل احنا اللي نخلقها لانفس، ما نضع نظام صحيح وبعدين نجلس نتشاكل نجلس نتشاكل. طيب بس هذه على مستوى على مستوى العالم انا اقول لك العقد شريعه المالح عقدي، هذا موجود حتى في الدوله حتى في اوروبا موجود برا زين ولا لا؟ يمكن اذا صار عقد لازم تفاوض النادي. لا وسعد في فترة حرة موجودة، فترة حرة هذه موجودة في كل تفاوض النادي أول شيء، بس تفاوض النادي زين ولا لا؟ وفي بعضهم يشتري العقد. لكن أقول إحنا عندنا الآن مشاكل كلها بسبب إنه نضع النظام نعرف وشلون الخفايا ونسبب مشاكل ونجلس بعدين ندور. لا بس أبو سعد الكلام اللي عن اللي يدور الآن حول القضايا اللي تخص اللاعبين الثلاثة بالذات اللي دخلوا فترة حرة، هذا نظام موجود. اللاعب يتجاوز نادي يتجاوز. طيب هذا شيء ثاني. لكن دقيقة بس بالنسبة للنظام اللي يقوله أبو سعد، شوف اللي هو النظام فترة حرة موجود هو. خلنا من هذا النظام اللي نتكلم عنه في الملاعب تحديدا، خلنا أعطيك شيء جديد. لجنة الانضباط الحالية لماذا كثرت عقوباتها على الناس؟ لأنه تغير شيء معين في تنظيم المباريات. من نهاية الموسم الماضي استحدث ما يسمى المراقب
العالي اللي هو طبعا انا ناسي المصطلح الكامل، ولكنه مراقب المباراه، اللي هو يجي قبل المباراه باربع ساعات وما يغادر الا بعد المباراه تاخذ بساعتين او ساعه. هذا حتى الممرات يراقبها ويقدم تقاريره. وصار فيه مراقبه من مين؟ سلمان نمشان طبعا هو المراقب الاكبر فيها، فدرب ناس وقدموا مراقبين. انا اعرف بعض منهم يقدمون تقارير بما فيها عضو الشرف ما يدخل، اللاعب اللي مش مسجل ما يدخل الملعب، فصارت تجي غرامات على اعضاء شرف حتى اذا كنت تشوف العقوبات الاخيره. ليش؟ لان المراقبين يدققون في كل شيء. حلو. لكن لما تجي على التحكيم هنا نقول لك ضعف شخصيه الحكم السعودي. لا شوف التعامل مع امنع انت اساسا. أيوة. امنع انت نظام النظام امنع ما يدخل. انا شوف احط نظام يدخل شوف اعضاء مجلس اداره لكن عضو شرف جنون ما له حقيه انه يدخل ملعب مباراه. يا اخي تعرف انت يدخلون من وين؟ المفروض يدخلون في المنصه صح ولا لا؟ كيف؟ وحتى ما دخل ملعب. لا دخل في الممر عشان هو ممنوع انه يدخل ملعب. طيب احنا ليش دخل في الممر؟ ليش دخل في الممر؟ ليش؟ لان المفروض يمنع حتى دخوله. طيب ليش دخل في الممر؟ تدري ليش؟ لانه يجي مع احيانا الحافله فيدخل من عند البوابات ما حد يقدر يقول شيء. يا اخي ما لكن اعضاء شرف يا ابو احمد يخشون مع الحافله يجون معهم. في يجون معهم يجون مع البوابه الخلفيه. شوف يجون هم بصفتهم الشخصيه بسياراتهم اي، لكن النتيجة تقول يا اخي النظام في حتى اللاعبين اللي خارج 18 ما يحق للدخول. بعض اللاعبين يجي يدخل مع اللاعبين مع الفريق فبالتالي يعاقب. وهذا النظام ليش؟ لان نفس النادي ما طبق. حتى تشوف انه في بعض التقارير المباريات تاخر الفريق. المشكله وين؟ طيب الان انتم في حوار على الموضوع هذا. تاخر الفريق في دقيقه بس يعني تاخر الفريق دقيقه واحده صارت الان دقيقه واحده صار يعاقب عليها. لان المراقبين اصبحوا يطبقون النظام. ان نقول تطبيق النظام انا اقول المراقبين الحاليين اللي يراقبون مباريات يطبقون النظام. ها تشوفه ممتاز العمل جدا ممتاز جدا. لكن وين فيه المشكله؟ في نفس النادي الانديه عندها كل هذه الاشياء ما تطبقها. لو تطبقها تحاشت الغرامات الكثيره. تخيل غرامات على تاخير دقيقه، تاخر غرامه على وصول الملعب قبل المباراه مثلا مكتوب لك بساعه ونص مثلا يجي بساعه و35 دقيقه يغرم ادق تفاصيل. انا الاجهزه الاداريه اعتقد هي المسؤول عنها في الانديه. انا عشان كذا اقول لك ما هو بعض الاحيان مزاج رئيس النادي يوقفهم. هذه ما اعتقد انها دائم ابو احمد يعني نادرة. ليش كثره؟ لا ما هي بنادره. شوف يعني صالح انا متابع بدقه حتى حتى ما يكتب في تقارير لجنه الانضباط عندما تنشر في اشياء يا شيخ مخجله. تدري انه الان في كثير من الايقافات بسبب الفاظ بذيئه؟ تدري ولا ما تدري؟ في اشياء من لاعبين ومن مدربين ومن اداريين ومساعدين اداريين اصدرت عقوبات بحقهم بسبب الفاظ بذيئه ضد الحكم. طيب احنا دخلنا في اشياء لا هي نظام. ايه؟ اذا طبق موجود النظام بس من يطبقه؟ فانا اقول لك في جزئيه ناس طبقها في جزئيات ما تطبق. طيب انت علقت على موضوع الحكم وشجاعه الحكم ابو احمد. لما يتخذ حكم يعني مثل حكم الاسترالي باخر دقيقه ضربه جزاء يعني هل تنقص الشجاعة هذه عندنا بعض الحكام السعوديين؟ ترى القانون ما فيه. القانون ممكن تحسب ضربة جزاء في بداية المباراة أول صحيح. دقيقة أول مثل ثانية. ما حصل مع تايلور ومباراة نهائي كأس العالم بين ألمانيا وهولندا أول دقيقة حسب ضربة جزاء، وممكن أنك تحسبها في الوقت بدل الضائع آخر ثانية. القانون ما فيه تغيير. القانون ما فيه تغيير لكن التطبيق عملية التطبيق. لا تقول ما تطبيق لا تقول تطبيق في أول دقيقة ما يلزم شجاعة دقيقة. ما هو بشجاعة. نقول أنت كشخص قانوني أنت نعم. الآن الحكم دي المباراة وفاهم القانون ما يلزمك شجاعة، يلزمك اتخاذ قرار خلاص انتهت. هو في الدقيقة الأولى وإلا في الدقيقة التسعين أو الوقت بدل الضايع آخر ثاني. والحكم يعني أنا شاهدت المباراة 10/10 ما تقدر تقول عليه شيء. ما تقدر تقول عليه شيء. طيب. ما تحصل عليه خطا حتى كيف يسيطر على اللاعبين وكيف يسيطر على المباراه حتى اداره المباراه في بعض الاخطاء اللي قال المفروض تكروت. هو عارف انه الكرت هذا مش ضروري 100% في بعض الاحيان لقطات مش ضروري فيها تسمى روح القانون ان صح التعبير. فهذه والقانونيين يسمونها اداره المباراه. انا كيف ادير بعض الاخطاء بدون ما اثر على اللي جزء من انه يمشي اللعب وعشان تعطي. فعموما احنا نتكلم عنه بشكل عام كقراءه عامه. احنا دخلنا على مظلم مثل صراحه نقاش جميل. خلينا يعني ننتقل ايضا نقول مبروك الممثل السعودي الاهلي امام ذبهان 2-1. يعني ما شاء الله تبارك الله رغم طرد اللاعب الاهلاوي في اخر دقيقه الشوط الاول
في منتصف المباراة لأنه قدر يستعيد المباراة ما شاء الله بنفس جدا جميل. عمر السومة دائما يثبت أنه رقم واحد. شوف في مباراة اليوم روح الأهلي كانت موجودة حاضر، وخصوصا بعد الطرد. يعني أنت تتكلم عن ضربة جزاء، وشوف من أسوأ الأهداف اللي يسجل فيك قبل نهاية الشوط مرة. يعني هذا الهدف تدخل أنت غرفة الملابس وتحصل الإحباط ضيق صدرك صح؟ إيه وانعكاسه على الفريق ترى كله كجهاز إداري وكجهاز فني ولاعبين. ولكن لا، وأنت تخسر شوف هدف وضربة جزاء وطرد لاعب مهم معتز هوساوي كل قرار أسوأ اللي قبله شفت لاعب مهم سراه في خط الدفاع، ولكن خطأ في التمرين منتصف الملعب. وهذه المشكلة أحيانا ترى السبب ما هو اللاعب اللي انطرد، لا ترى السبب سعد عبد الأمير إيه، لأنه هو اللي لعب باص خاطئ للخلف. ودائما إحنا نقول كمدربين أنا يعني لا تكثر ارجع الكرة للخلف بدون داعي، العب الكرة دائما للأمام، حتى لو خسرتها ما حيكون عليك خطأ. هو عاد الكرة للخلف وكانت قصيرة وانفرد اللاعب وصارت المشكلة هذه. معتز هوساوي لم يكن أمامه فرصة إلا يعني الاشتراك، ولكن روح الفريق الأهلاوي وجود أيضا العناصر اللي عندها إمكانية اللعب صراحة أوجد هذا الشيء. تغيير أيضا المدرب، أنا أعتقد أن يعني الفريق الشوط الثاني الأهلي لعب بروح غير طبيعية، فريق لعب بروح غير طبيعية، وكأنه يعني حتى عملية الاستحواذ لم تكن يعني بتلك الصورة. يعني الفرق الفريق الأهلاوي كان يستحوذ على الكرة ويلعب ويشكل خطورة، فأنا أعتقد أن روح الفريق الأهلاوي حضرت اليوم وأدى مباراة فيها من الروح والحماس. الشوط الأول كان أهلاوي مستوى وأداء ونتيجة في البداية، ولكن الخطأ هذا في نهاية الشوط، ولكن في الشوط الثاني أيضا الروح كانت موجودة. الفريق عناصر لعبت كلها بقتالية عالية وبروح، واستطاع أنهم يتحصلون على نتيجة المباراة. يعني حتى تحصل في الدقيقة 85 ترى الهدف سجل من ضربة أيضا لوجود لاعب تفهنا الأخطاء، وجود لاعب بمهارة عبد الفتاح عسيري سجل الهدف الأول هو السبب في أنه تسبب في الخطأ الثاني اللي سجل منه عمر السومة الهدف. أنا أعتقد أن الفريق الأهلاوي اليوم لعب بروح عالية، إمكانيات لاعبين هو لديه إمكانيات صراحة من لاعبين القائمة البدلاء أو حتى الأساسيين لديهم جميع القدرة في أنهم يقدمون مستوى رائع. وبالفعل نتفق على المستوى الفني للأهلي، لكن لما نتكلم عن جزئية أخرى أيضا العامل الإداري في نادي الفريق وجزء طويل، يعني حسب ما نقرأ في تويتر الآن أنه في انتقادات كثيرة من الجماهير الأهلاوية، يعني يمكن وجود طارق كيال سابقا يعني والله أدى إلى هذا الانتقاد. شوف أخ صالح، للأسف الشديد بعد خسارة الأهلي مبارتين في الدوري، بعد خسارتها تحديدا من النصر لما صار 7 نقاط، صار فيه هجوم عنيف جدا على أحمد مرزوقي رئيس النادي وعلى وجهه الطويل. أنا استغربت، حتى كان في نقاش بيني وبين بعض الزملاء في أحد القنوات، قلت له يا أخي مو معقول واحد ما كمل 6 شهور تقول له استقيل، واحد أنت جايبه ومنقذ، واحد مش أي واحد، أحمد مرزوقي له تاريخ مشرف مع الأهلي ولو خبرات سابقة وجه طويل له تجارب سابقة وله إنجازات أحمد مرزوقي مع الفريق. فمو معقول أنك تجي بس عشان خسرت من النصر ولا ابتعدت عن الفارق عن المركز الأول 7 نقاط تقول في مشكلة في الإدارة. يا أخي قلت له، وأنا الآن أكررها، الفريق الحالي أفضل من الفريق العام الماضي. أنت جبت سعد الأمير، قويت منطقة أهم منطقة عندك، والدليل يمكن أول 3-4 مباريات كان فارق جدا. جبت سعيد المولد، عندك مشكلة كبيرة في الظهير أيمن منذ أن رحل سعيد المولد. صحيح. وهذا كلام قلته في حينه، قلت يجب أنك تعوض سعيد المولد بظهير حقيقي، مش تلعب بلاعب ما هو ظهير، كان عقيل ولا مدري مين. الآن حلت المشكلة، أنت الآن صار فريق مكتمل. بس وش عند مشكلة الأهلي؟ لا، الخبرة في قيادة الدفاع، مش إمكانات. الخبرة لما فقدوا أسامة هوساوي، وده تعرف لما يكون القائد عندك من الخلف بحجم وبإمكانات وبخبرة أسامة هوساوي، غير لما يكون مثلا مع اللاعبين الثانيين. رغم أنه شوف الهفتيل واحد من أفضل لاعبين الإمكانات، صحيح. وحتى معتز هوساوي كان أحد نجوم العام الماضي، وجود المدرب نفسه والدليل، المدرب لما صارت فترة عنده أنه يعيد تقريبا تأهيل لاعبين، طور مستوى الفريق في فترة التوقف. لكنك تخسر، طبيعي تخسر في الدوري، تخسر النصر أو الهلال والاتحاد، الفرق كله كبيرة زيك، ما في شيء. النتيجة الكارثية كانت خسرت روح القادسية 4، حتى
هاي تيجي صراحة اللي كانت كارثية. ولكن لما تشوف برضه معطيات المباراة أيضا لا تقل من فريق الآخر. في الأخير أقول إنه كانت مطالبة خاطئة. لكن عودة على مباراة اليوم اللي هي طبعا ربما تكون محور حديث, في جانب مهم جدا, روح الفريق من بداية المباراة. يعني أنا مثلا تيسير جاسم كان فارق في الشوط الأول بشكل كبير جدا, الفريق كان مكتسح في الأداء, لكنه حظه السيء الخطأ اللي صار أنت. وهذه مشكلة لما تصير أنت متقدم هدف وباقي خمس دقائق أو دقائق, أنا ما أدري كيف أنه يصير عندك نصف الفريق تركب مواقعهم ورايحين في المقدمة. أنا ما فرق العالم كلها حتى الفرق البدائية والفرق العريقة حتى الكبيرة مثل هالأوقات هاي تقتل المباراة عشان أتقدم على الأقل في الشوط الأول بنتيجة وأتفادى أي أخطاء مثل اللي حدث في مباراة اليوم. هدف قاتل, نعم تكبد المسؤولية المدافع, ولكن أيضا أخطأ كمدافع, ما كان عنده حلول أخرى إنه ما سوى بلنتي, أو إذا سببت بلنتي ما على الأقل ما ارتكب عواقب أخرى. الشيء الآخر الجمهور العماني اللي كان حاضر اليوم صراحة كأنك يعني في جدة, ما أنت في مسقط. ولا ننسى مباراة الهلال اللي راحت. هي نفس الشيء, هي طبعا هي امتداد مباراة الهلال, لكن أعتقد اللي عمل فرق الحوست إنه ما شاء الله عليه. طبعا شوف يمكن حتى العمانيين تكلموا عن هذا انه الفرق السعوديه الكبيره لها حضورها ولها اهميتها, وهم نفس العمانيين متشوقين لانه ما عندهم دوريهم ضعيف. وفوق هذا بالنسبه للاهلي الحوسني اضافه كبيره, وخصوصا شوف انه الاهلي كرمه قبل فتره بسيطه جدا قبل يومين ثلاث ايام, وكان هم من ضمن المستقبلين في المطار. هذا ايضا انا كعماني وعندي لاعب مثل حوسني لاعب في الاهلي, من الطبيعي اني اعطيه. وفوق هذا انا ايضا لا ننسى مهما كان شهرة وقيمة الفرق الأربعة الكبيرة في الهلال, الهلال النصر الاتحاد أهلي, دائما تشوف الجماهير في عمان العام الماضي والسنة هذه كل فرق ترى حضرت لها جماهير. هناك تفاوت بسيط في الأخير ما هي بقضيتنا, لكن قضيتي أن أقول أنه الحضور العماني يشكر عليه كثير, هذا الجمهور الوفي القوي اللي كان له دور مؤثر. يعني الإيرانيين أعتقد أنهم تندموا أن يختارون مسقط بأمانة, وهذه الحمد لله أنا واحدة من الإيجابيات الأخيرة اللي تحققت لنا ضد الإيرانيين. طيب يعني يبدو أننا متفقين جميعا على ثلاث فرق, نتكلم عن الفتح والتعاون والأهلي أنهم فنيا كانوا جيد جدا, خلينا نقول كتقييم. ننتقل لآخر الفرق اللي مثلت السعودية اليوم أمام ريان القطر الهلال 2-1, يفوز الهلال بآخر دقيقة يحقق هدف من ضربة جزاء. كان في حديث حتى قبل الهواء نتكلم عنها المباراة كابتن. شوف الهلال بدأ المباراة بداية متميزة لمدة 15 دقيقة وسجل في بداية المباراة. يعني ما يمكن تحصل وقت تحصل صح أن المباراة تبدأها وهم فريق وعلى أرضك وتسجل وفي ظل حضور جماهيري أيضا في المباراة هذه يختلف. فأنا أعتقد أنه أدى هدف, ولكن بعد 15 دقيقة 20 دقيقة بالضبط بدأ الهلال يهبط أداءه, استطاع أن يسيطر على بقية الشوط كله الفريق الريان. وكان هناك الهلال بدأ يعتمد على الكرات المرتدة, وخصوصا لديه المهاجمين يعني سرعة ولاعبين خط وسط أساسا خفيفين في عملية التمويه وعملية التمرير والتحرك والارتداد الهجوم. ولكن في الفترات اللي يغيب فيها الهلال يكون خطر عليه جدا, يعني كان هناك أخطاء وكان ممكن يسجل فيه أهداف. وبدأ الشوط الثاني بنفس طريقة الشوط الأول لعب في البداية وضع يمكن ثلاث أهداف, ثلاث فرص حقيقية. بعدها رجع الهلال لنفس نفس أسلوب الشوط الأول, بدأ يهبط الأداء. تغييرات المدرب يمكن الناس يختلفون معاه, حتى المدرب حس سحب عبد الله عطيف ولعب الخيبر, ولكن يمكن الأمور ما جت على تفكير المدرب, لأن إدارة المباراة يعرف أن الآن بدأ الخطورة عليه, إذن أنا أسحب عطيف وأنزل عبد الملك ونزل كدفاع يعني. ولكن الهلال هبط مستواه هبوط كبير. بدأ الريان يسيطر وأتت من الفرص يعني الشيء الكثير, واستطاع أن يسجل التعادل وكاد يتقدم في الوقت اللي سجل فيه التعادل. الهلال حتى من الناحية المعنوية هبطت معنويات, أصبح يدافع وكأنه يتوقع الهدف الثاني. تغييرات المدرب بالفعل كانت من وجهة نظر يعني الشخصية كانت صحيحة. ليش؟ لأن الجميع يبحث عن إيش. والله الجميع أنا أعرف أنه يلوم ليو, وكان الجميع يتوقع أنه يطلع ليو أول ما بدأ خربين أي. ولكن أنت
متعادل، تبحث عن الفوز ولا تبحث اي ولا تبحث عن انك فولا انزل مهاجم، انزل اول شيء ثم ننزل مهاجم ثم ننزل لاعب وسط صاحب خبره كان يبحث عن انه يسجل هدف الثاني. متى نزل ابو نزل صح في الوقت؟ لكن انا بقول لك شيء على نهايه المباراه، لكن ايش الهو ايش طيب انه نزل ابو احمد؟ لا 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 ابو احمد شوف انت هنا ايش الهو ممكن بخبرته التميس ضربات الجزاء اللي زي هذا الوقت ما يشوتها اي لاعب. صحيح اكيد ما يشوتها اي لاعب، ترى ندره من اللاعبين، وعشان كذا الشلهوب لما جاء ضربه شفت اي لاعب اخر قرب من الكره؟ والله ليو يحاول يمين يسار ليو كان يحاول يودي يشوت يديك خلنا يشوت لا الشلهوب الشلهوب لما خذ الكره شوف على جميل، لكنه تغييراته كلها كانت نص الملعب لان نص الملعب بدا فالاخير يعني. بس ولكن ابو سعد وانت مدرب هو اللاعب ابو سعد وانت مدرب اذا سمحت لي يعني، وانت مدرب انت متقدم بهدف وتشوف فريقك نوعا ما يضيع فرص يضيع فرص، الفريق المقابل لك فريق قوي وفريق ثقيل اوكي، اول شيء يفترض انا ما ادري اذا كان عطيف مصاب اوكي، اذا كان مو مصاب انا اعتقد انه كان في لاعبين اخرين يفترض أن ينزل خيبري مع عطيف يستحوذ على منطقة الوسط، ينزل خربين قبل ما يجي هدف التعادل حق وخربين عندما يلعب عندهم كانات المراوغة عندهم كانات السرعة عندهم كانات الحركة تنزل كم دقيقة 73 لا على فكرة على فكرة ما احترامه تغييره عنده لاعب وسط محور آخر سلمان الفرج، أنت عنده الإمكانية أنك تلعب على قدام وعندك إمكانية أنك تلعبه وراء، فهو لما نزل أعد سلمان أيضا اللي كان برضه ما هو في مستوى أعد سلمان وصار على الفريق صار مضغوط وضيع فرص ثلاث فرص لا 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 المشكلة اللي كانت موجودة أيضا أنه نواف العابد وش مستواه أوكي نسحبه ما حد اعترض إيه عشان كذا أنا أقول لك لما يكون لاعب مستوى سيء ولاعب له تأثير على الفريق خلنا نتكلم بأمان، نواف العابد السنة هذه إذا هبط مستوى هبط مستوى الفريق، قدم افضل موسم لنواف العابد سواء مع الهلال ولا مع المنتخب صح بدايته إيه فهو في جميع المباراة لما يهبط مستوى لما تكون انت شايل الفريق ويهبط مستواك تاكد 100% ان الفريق بيهبط، لكن احنا الان نجي نقول بعد في الان الموسم في منتصف الموسم او حتى في الثلث الاخير انت حيكون ارهاق كبير، واحنا تكلمنا قبل الاستوديو حيكون على اكثر اثنين الهلال والاهلي ضغوط نفسيه وعصبيه ضغوط نفسيه وضغوط وخصوصا انها فرق تنافس على بطوله الدوري بس الاهلي ممكن عنده على الكاس الاهلي كابتن على كاس خادم الحرمين الشريفين إيه. الاهلي عنده خط عنده بدلاء ولا تنسى ولكن عنده وعنده اصابات معينه صالح بس دقيقه ترى على فكره احتياط الهلال كلاعبين عناصر ترى جيدين يا اخي لاعبين بعضهم مثلا زي الرويلي جاي من التعاون نجم كبير ايش فيك انت ياسر القحطاني في عمره انت تنزل حان الثلث الاخير مباراه ممكن يفيدك الشلهوب اليوم لو نزله مثلا خلنا نقول بما انه يدير المباراه بفكر احترافي كانت لو نزلت اخر 7 دقائق 10 دقائق عفوا تنزل اخر دقيقه يعني انا اقول انه حظ الهلال جيد انه الشلهوب نزل عشان على الاقل يسدد الركله لانه ممكن يكون افضل من غيره لكن انت تتكلم عن اداره مباراه انزل واحد زي الشلهوب اخر دقيقه أنا سؤال إذا احترام يعني للكابتن يوسف من حكم أنه مدرب الآن لاعب تنزل آخر دقيقة في المباراة إيش الهدف من التبديل هذا؟ والله تبغى جد؟ إيه أنا أتكلم جد؟ إيه ما له داعي أنت وش تسوي؟ صراحة يعني بالمنطق بالعقل يعني أنت وش تسوي؟ أنت تبغى لاعب سوبرمان هو وش بيسوي هو؟ في دقيقة واحدة زين؟ ولكن انت تتكلم عن اني انا لما اقول والله انا فايز اضيع الوقت عشان يعني هذا اللي نعرفه يعني وانا ما استسيغها صراحه ولا هي صحيحه بصراحه لان عندي لاعبين المفروض في المباراه انا اعلم لاعبيني كيف يستحوذون على الكره صحيح. وكيف يموتون الوقت وكيف يقتلون الوقت بساعد الحاله النفسيه بعمليه الاستحواذ والتمرير ونقل اللعب انت ادرى من الحاله النفسيه النجم كبير في نجوم كبار انا اشوف حتى في الدوري الانجليزي نجم كبير باقي دقيقه 91 احيانا ويشوف ان الوقت اضافي مثلا 3 دقائق
طبعا هو يغير عشان معقول عشان تقتل المباراة ولا عشان طيب ما هو يحسب عليك نص دقيقة في الأخير. فأنا أقول لا أنت يا أخي اللاعب هذا مسكين قاعد تمر مثلا تسخنه كم 5 دقائق 10 دقائق وتجي تلعب عشان يلعب دقيقة ممكن ما يمسك كورة. لا بقول لك شيء ترى عشان هو باليوم 3 كرات في 3 دقائق يمكن 3 أو 4 كرات. لا بقول لك شيء ربما أشوف يعني يمكن رحمة من رب العالمين إنه نزل عشان يسدد بلنتي. لا أقول لك شيء واحد مدرب النصر زوران لاعب كبير طبعا في نادية حصل مشكلة بينه وبين المدرب هو لاعب منتخب في نادية حصل مشكلة بينه وبين المدرب خلاه برا ما يلعبه لاعب في مباراة لعبه آخر 5 دقائق طوفها له المرة الأولى جاء المباراة الثانية برضه خلاه برا يوم جاء برضه قومه في نفس الوقت يوم قال لنزل قال ماني نازل أحدث مشكلة لأن الاختلاف كبير بس إحنا في بعض الأحيان الظروف تمشي معك تساعدك يعني زي اليوم مثلا تساعدت الظروف أن تيجي ضربة جزاء وشفت الشلهو لكن لو ما جت ضربة جزاء وش أنت استفدت أنت لعبة الشلهو طيب ولو لا ولو سد وضيع الشلهو شوف شو بصير ترى ممكن تصير لو ضيع الشلهو لو نجم الحكم الحارس وجاء صدها وش بيقولون هالناس يقول انت ايش معنى نزلت الشلهو في هالدقيقة طيب. جبتها عشان تقول لك هي في اختراعات احيانا بعض المدربين نجيبهم انا مدربين كبار والله العظيم الواحد يشوشها مثل خربين تحديدا انا معلش بعطيك جزئية خربين انا اعتقد الهلال تحديدا ما راح يمكن ما اقدر اقيس على انديه اخرى بس الهلال تحديدا لانه هو اللاعب في الهلال ال4 سنوات الاخيره ما جاء مهاجم قوي وصريح وبامكانات ويمكن حتى نقول حماس لو انا ما لعب لمبارتين يعني لكنك شوف لاعب شوف عنده اشياء ما يحتاج انك تقول والله انتظر 5 أو 4 مباريات ما جاء مثل خربين ومع ذلك حط احتياط ثم ينزل متى اذا انزنق نهائي مره ويبعد عن ايضا منطقه الصندوق لاعب عنده المراوغه والتسديد بالقدمين والراس كلها فيه ممتازه مش ضعيفه مش يعني متباينه ممتازه فانا ما ادري ايش المدرب هذا اي مدرب كان سواء دياز ولا غيره مثل ما قلنا يوم كان دونس عن شو اسمه عن ناصر الشمراني والسنه هذه اللي هو زوران مع السهلاوي زين تخيل السومه يصير احتياط في الاهلي هذه في اشياء صراحه يعني بديهيه تخليك انت كناقد ولا كمتابع تستغرب وتحط مليون على استفهام امام بعض المدربين اللي تجيب عنهم مدربين كبار طيب واضح انه في عدم رضا عن دياز صراحه لا مش عندي مش عدم رضا كامل هي شوف مدرب دياز كبير شوف وفي اشياء كويسه في الملعب لكن في اشياء برضو مصيبه يعني مثلا صالح نتكلم الخطا خطا ما في يعني شوف لاعب كره القدم اللي عنده امكانيات وموهوب وعنده امكانيات باين لا نجي احنا نقول والله يمين ولا يسار لا يستحق يلعب يستحق يلعب ولكن لان دياز الناس ساكتين خلينا نتكلم جد والنتائج ايضا ماشيه ولكن اذا انا كل اجيب لاعب محترف وعنده امكانيات عاليه وابغاه يساعدني واجي احط عشان انا بقول لك شيء يا صالح لو هذا المدرب مدرب مواطن وش بيسوون فيه الله يصلحونه صلح وش بيسوون فيه ومع كره القدم ما ترى هي ما هي اختراع ذره ولا صاروا كره القدم زي الحساب 1+1=2 طيب يعني حط كل لاعب في موقع واختار اسلوب اللعب المناسب عشان انت تقدر توصل له يعني نقول الهلال انقذ اليوم في هالمباراه انقذ ضربه الجزاء هذه بضربه الجزاء ولا في فرصتين الدقائق الاخيره قبل ينزل الشلهوب فرصتين اهداف اضاعوا اهداف يمكن أهداف يمكن أضاع. 3 فرص يا ابو احمد ريان. 3 فرص بامانه صح ان الهلال تفوق لها فرص ضيعها ولكن انت برضه الحكمه دائما بالنهايه العبره بالنهايه في فرص حقيقيه لو سجلها الريان انتهت المباراه طيب مبروك الهلال والاهلي ونقول يعني التعاون هارد لك والفتح اتمنى لهم التوفيق في المرحله القادمه في بطوله اسيا بشكل عام الحمد لله يعني نتائج جيده قدمتها الفرق السعوديه حتى على مستوى الحضور والجماهيري في مبادرة يعني برضو نادي الهلال كانت الدخل التذاكر لأحد الجهات الخيرية اللي تلقون ذكروني بس أعتقد المرض سنة. السرطان طيب كانت جدا مبادرة رائعة من نادي الهلال يعني تحسب لهم هذه المبادرة ضيوفنا أيضا لهم رأي في هالمبادرة وعندهم تعليق على سعر التذاكر خلاص إيه شوف أولا شوف تخيل طبعا أنا صراحة فرحت لمثل هذه مثل غيري لكن صدمت او استغربت معنا تعجبت من خبر كتب انه جماهير الاهلي تشتكي من قلاء التذاكر وبالفعل حاولت الطقس
وسألت وبالفعل وجدت أن الأسعار صراحة مبالغ فيها. أولا ليش أقول مبالغ فيها؟ قبل أقول مبالغ فيها، الجمهور اللي حضر اليوم يستحق الشكر، يستحق التقدير والثناء، لأنه لبى دعوتين. الدعوة الأولى أنه يقف مع فريقه في مثل هذا المحفل. الدعوة الثانية أنه فيه هاشتاقات عملت في تويتر أو نداءات أنه احضروا يا جمهور الهلال لأجل دعم هذه المبادرة الجميلة، على الأقل يصير مبلغ كبير لمصلحة هؤلاء المحتاجين لها. اللي أقول هنا إنه إنك ترفع ساعة تذاكر مع احترام الشيء. أنا سألت حتى قالوا في خبر إنه لأجل المصاريف على التشغيل. طيب إذا كان القيمة التذاكر متبرع فيها لجهة ما، وش دخل المشاريع فيها؟ وثانيا إذا أنا أبغى بالفعل أعزز هذه المبادرة، يا أخي لما يحضر عندي مثلا اليوم 20-25 والتذاكر بعشرين ريال، هي نفس لما تبيع 10,000 ب40، وقص عليها في ناس تبغى الممتازة لما تصير 150، ولا لما تصير ب70 ولا 80. في ناس أيضا تبغى الممتازة ما تبغى تروح الدرجة الموحدة، حتى نفس الشيء منصة. فليش أنت ترفع أسعار؟ أنا ما أدري صراحة، مع احترام الشيء لهم. وهذا الكلام مش اليوم، أنا أضرب مثال معاكس مباراة التعاون في آسيا، مع أنه كانت مجانية كثيرين ما تفائلوا أن يكون الملعب ممتلئ، لكن لأنها مجانية هذه نقطة مهمة جدا، يعني اشتراها النادي وعطاها الجماهير مجانا. فأيضا الحملة اللي سووها أنه أنت، أنا ابن القصيم، أنا سفير القصيم أو أدعم سفير، أنا سفير القصيم أدعم سفير شيء مقابل، لا أنا قصيم، أنا قصيم أدعم سفيري، أدعم سفيري. شوف أنا شخصيا مع هذه العبارة، لأنها في الأخير رياضة، تتكلم عن الرياضة، وفي نفس الوقت أنا كقاسيمي لما أشوف هذا الشيء أنا أتخلى عن كل شيء وجهي عشان أدعم فريقي هذا. والدليل أنه أيضا حتى رؤساء الأندية الأخرى بما فيهم وأولهم عبد العزيز التويجري رئيس نادي الرائد أعلن أنه سيكون قلبا وقالبا مع التعاون، ويجب على الجماهير الرائدية أن تحضر. شفنا حضور كم، أعتقد أنه رقم مميز جدا في دوري آسيا حتى هذه اللحظة. لذلك أنا أقول لما تكون مجانية، وعلى فكرة ترى في مباريات كثيرة قبلها مجانية، شوف الجمهور يجون. صح. مباراة فيها أدفع 40 ريال على معليش ترى في ناس الآن ما تقدر تدفع، وفي ناس ما تحسب وش هو المواصلات، شخص واحد في ناس يعني المواصلات لا المواصلات أحيانا تكون أنت في أقصى الشرق الغرب تبغى تروح لأقصى الشرق، والعكس صحيح. وفي نفس الوقت البيئة، إنه أنا ليش أجلس 5-4 ساعات قبل مباراة إذا كان مباراة كبيرة عشان أدخل الملعب، وإذا دخلت الملعب عشان أجلس في مكان ما أتحرك منه لين تنتهي المباراة. هذه الإجراءات لازم أنا على الأقل أخفف من بعض المعاناة بإني أخفف سعر التذاكر. طيب كابتن يوسف، يعني أول شيء المبادرة من النادي التبرع فيها الدخل الجماهيري، هذه ميزة مؤمن الشعب السعودي، حتى في الرياضة عندنا دائما المبادرات الخيرية دائما لها وقعها ولها تأثيرها، ودائما احنا عندنا فعل الخير دائما متواجد، سواء من الجمعيات الخيرية سواء من الأندية، وخصوصا ان نادي الهلال السباق في هذه المبادرات. فانا اعتقد انه يعني الجميع يشكر، سواء نادي الهلال كمبادرة، وحتى الجماهير الهلالية في ان تواجدها اليوم في ان تكون داعم لهذه المبادرة، لان في الاخير كلنا احنا مجتمع واحد، مجتمع مسلم، نتمنى دائما السلامة للجميع والصحة، لان هي اغلى ما يملك الانسان. وشيء يشكر عليه الصراحة الفريق الهلالي المبادرة هذه، ونتمنى صراحة أن تكثر المبادرات عندنا إحنا كرياضيين، لأن هي الرياضة الآن هي ملتقى الشباب وهي المتواجد، ونتمنى إحنا أساسا المفروض أن يكون فيه حتى بالنسبة الدعاية بالنسبة للساعة الإلكترونية، وإذا طالما في مبادرة المفروض أن يكون دعم عنها من ناحية الإعلانات، وما الإعلانات في من خلال الشاشة اللي في الملعب. طيب. حتى يستطيع الجميع أن يعرف مدى وأهمية توصيل الرسالة. تحضر مباراة بتذاكر بمبلغ عالي، ما في أي وسيلة ترفيه في الملعب، ولا أجواء مريحة في داخل الملاعب، هذه حقيقة يعني والله ما نجامل ولا نتكلم فيها. على حيل بهالمبالغ هذه كيف تقيمها كابتن؟ احنا نقول حضرنا ترى على ايام الصبه الصبه والحافه حديد، ترى والحافه حديد، واحنا لسانا صغار ولسانا يعني مهم. الان احنا نقول تطور الوضع،
نحن نقول تطور الوضع الان بدأت تحسن بيئه الملاعب يعني خير. ولكن اسعار التذاكر نتفق انها غاليه ولكن الان بدأت تتحسن البيئه ولكن شوف الناس يتحسنون يمكن نسبه 50% احنا يا الله نتحسن 10% تدري ايش اللي تحسن كابتن زي السلحفاه بطيئين تدري ايش اللي تحسن كابتن الصبه صارت كرسي بلاستيك بس برضه ترى في برضه الكشكات وهذه ايضا اصبحت موجوده في بعض الشغلات المعينه تم تطويرها في بيت ملعب لكن نتكلم عن الاهم مش هو انه انا اجي أنا ان شاء الله يعني في مكان يعني جزء منه ترفيه بالنسبه لي عموما احنا اني اجي قبل اني اجي قبل المباراه لو بدقيقه واحده والقى مكاني محجوز هذه مهمه جدا على اساس اني اجذب الناس اجذب اي واحد مش فقط اجذب جماهير الشباب اجذب حتى كبار السن هذه والناس الموظفين يعني رابطه الدور المحترفين هي المفترض تجد حلول لا لا مش موجوده لكن التطبيق شوف ترى هي ثلاث او اربع جهات مع بعض طيب. لازم كلها تعتني في هذا الامر انا شاكر لكم حضوركم اليوم وتعليقكم على مواضيع الحلقه شكرا للكابتن يوسف خميس شكرا لك ايضا شكرا للكابتن خرف ملفي يعطيك العافيه الله يسعدك صالح ويسعد العزيز ابو سعد وان شاء الله دائما رياضتنا تكون في خير باذن الله الثلاثاء القادم باذن الله موعدنا الى اللقاء